طيب المحاضرة هذه هنبلش في الانيميشن ونحاول نخلص السي اس اس 3 كاملة ان شاء الله. ناخد الانيميشن، اخذنا كيف نتعامل مع الخطوط الفونت فيس اللي هي هذه شرحتها هذه ممتاز، يعني ما ضلش عنها ايش كتير. هنشرح الانيميشن بعد، نشرح اكم من شغلة لذيذة في السي اس اس 3 ممكن تفيده. فخلينا نمسح هذا كله ونيجي هنا. وطبعا قبل ما نشرح الموقع لازم نشرح الساس، يعني اليوم قبل ما نبدأ في الموقع نشرح الساس. إذا عجبكم الساس بنكمل نشتغل موقعنا الرسمي بالساس، ما عجبكوش الساس بنشتغل سي اس اس، بس بنسبة 70-90% هيعجبكم إن شاء الله. طيب ففي عندي حاجة في السي اس اس 3 من الحاجات الفخمة جدا اسمها أنيميشن. الأنيميشن معناها التحريك، سيل تعون المونتاج مش بيعملوا أنيميشن للفيديوهات وكذا. طيب شفت الموقع اللي بعت لكم اياه اللي فيه كورتين بضلهم يتحركوا؟ هذا عباره عن انيميشن. ممكن انفذ انيميشن داخل هافر، ممكن اخلي انيميشن اول ما افتح الموقع يشتغل زي شاشه اللودنج تحميل بعدين بيفتح الموقع، هذا برضه يعتبر انيميشن. طب ممتاز. فالانيميشن هو الحركات داخل الموقع، بس في نقطه معينه بس بدك تكون فاهمها، انه الانيميشن كتره في الموقع بيبشع الموقع، يعني الاشي دائما اللي زياده منه بيخرب. صح، رسم او بضبط الموقع اوسط الامور، خير الامور اوسطها. تمام. فالانيميشن تبعك حتى الحركات اللي انت سالتني عنها لما تعمل سكرول يطلعوا مع بعض، هذه احيانا بتتقل الموقع، لانه لو فتحت الموقع على جوال جي 7 بتلاقي بينازع الجوال والله. فبدك تراعي ظروف انه في ناس ممكن تفتح الموقع على الجوال. فانا الحاجات هذه اللي بتطلع بكرهها، لكن بس تعملها في سطر واحد لما ناخذ الجافا سكريبت وجي كير بثواني، بدك اياها بطريقتين كمان، طريقه يدويه تعملها بنفسك وطريقه جاهزه ببلجن، يعني الامور مش صعبه يعني سهله. اجيت الانيميشن هذا موجود منه نوعين، انيميشن موجود في السي اس اس 3 وانيميشن موجود في الجافا سكريبت او في الجي كويري. الانيميشن اللي بيكون في الجافا سكريبت والجي كويري مقترن بحدث، يعني لما تعمل كليك او لما تعمل سكرول بيطلع لك انيميشن. هذا الانيميشن بيشتغل على طول، بيشتغل مش مقترن بحدث، اول ما تفتح الموقع بتلاقيه اشتغل لحاله. حلو. او كبيرك اللي انت لما تعمل هافر يطبق الانيميشن. فعرفنا ايش معنى الانيميشن. طيب الانيميشن عشان يشتغل طبعا، وقتش انا بستخدم الانيميشن في اي مرحله؟ بعد ما تصمم مشروعك، بعد ما تخلص الجزء اللي انت بتشتغل فيه. فمثلا انا بدي اجي اعمل ديف واسميه بوكس، واجي في السي اس اس اقول له دوت بوكس واعطيه شويه خصائص، ده اقول له ويدث 200 بكسل، هايت 200 بكسل، وبدي اجي اقول له باك جراوند كلر مثلا اللي هو مثلا اورانج بالشكل هذا. طبعا بدنا نخلي الدايركشن تبعنا انجليزي عشان يكون على الشمال احسن. طبعا انت حر في النهايه فيش مشكله. فانا عندي ديف بالشكل هذا، هذا الديف خلصت انا هيك الديف جاهز ك اتش ام ال سي اس اس. الان بدي انا احركه، بدي اعمل له انيميشن. فبنفعش انت تعمل هافر على عنصر قبل ما تصممه. صح؟ صحيح. لازم اصممه وبعدين اعمل عليه هافر. نفس المبدا في الانيميشن، لازم اصممه واجهزه قبل ما اسلم الموقع بشوي، يعني خلص مرحله التسليم. بس بعمل لقيت لو صلوا على النبي، هجيت احيانا لما يجي زبون، عشان تكونوا فاهمين هذه النقطه مهمه جدا انا ما حكيتهاش للجروب اللي قبلكم بتذكرني عاد رجع اقوله ان شاء الله. هجيت انت مثلا في زبون طلب منك موقع، بعت لك اكس دي، المحجه البيضاء اللي بعت لكم اياه كانت عربي ولا انجليزي؟ عربي. فانت باي ديفولت هتشتغله عربي صح؟ فانت بتروح تسال الزبون هل بدك اياه لغتين؟ يعني بدك اياه اعمل لي نسخه عربي وكل صفحه مقابلها زيها بالانجليزي؟ فبتعمل انت كل صفحه اندكس تو اندكس، او كل صفحه شمال منها الدبل، يعني اندكس دوت اتش ام ال اندكس اي ار دوت اتش ام ال. مثلا واحد عربي واحد انجليزي. مثلا 50 صفحه بيصيروا 100، 20 بيصيروا 40. لكن وقتش انت بتعمل النسخه هذه؟ هجيت بعد ما تخلص النسخه العربي كامل مكمل ريسبونسيف مع انيميشن مع كل شيء، ببعت للزبون بقول له النسخه العربي جاهز، يعني بخلص موقع ال 20 صفحه مثلا عربي بنسخه بالانجليزي. لا قبل ما انسخه، قبل يعني لقيت الموقع لازم يكون جاهز للتسليم. بكون عامل انيميشن وهافر وميديا كويري وريسبونسيف وكل شيء، بقول له تمام خلصت انا سوينج امضي لي، بقول له تفضل، بقول لي لو سمحت خد ايش؟ حوله انجليزي. فانا بروحش اعمل العربي وبعدين بخلي الانيميشن بعد ما اخلص انجليزي وبعمل انيميشن هنا وهنا، لا بعمل العربي بالانيميشن تبعه بحبشتكنا ده كله، باجي بقول له تمام اعتمد اعتمد، لانه بنفعش انا قبل ما يعني لازم اقول للزبون اعتمد قبل ما اشتغل الانجليزي. ليش؟ لانه لو قال لي عدل على العربي هضطر اعدل على الانجليزي، فلا بعدل مره واحده وخلاص.
فانا بعمل على العربي بس يديني الاوكي ويقول لي خلص ابصم ببصم بروح اشتغل الانجليزي. بكون طبعا خلصت في المرحله هذه الهفرات والريسبونسيف والايش والانيميشن. فالانيميشن كمان بروحش اعمل انيميشن للعربي وانيميشن للانجليزي وانيميشن واحد، ولما اعمل النسخه الانجليزي لحاله بتكرر الانيميشن على الاثنين. واضح؟ طيب ممتاز. هو بده نسختين موقع، يعني احيانا في بعض المواقع بتلاقي في الناف بار حاطط لك هيك بالناف بار شكل هيك حاطط لك اي ان او اي ار، لما تضغط على اي ار بيخلي لك موقعك كله عربي فبيقلب الدايركشن ار تي ال، لما تضغط على انجليزي بيقرب لك الدايركشن ال تي ار. فهدول صفحتين على الشمال منفصلات. اه كل صفحه له صفحتين. تفضل هنشرحه بالتفصيل هذا لقدام. هو حيعمل الصفر انجليزي ولا خليه لوقته فرج. قصة التحويل العربي بتاخدش معك 5 دقائق وبتطلب مصاري الزيادة عليك. هذا الأمور كله تقريبا هنشوف. هجيت السلك هذا حطه فوق عشان أنا يشلني. أيوان خلاص. واضح فكرة الأنيميشن يا جاسر؟ طيب الآن عشان أعمل أنيميشن بلزمني 3 حاجات. 3 حاجات أساسية عشان أعمل أنيميشن. الأنيميشن بلزمني اول حاجه ايش بلزمني ايش عبد مر عليك قبل هيك الانيميشن جاسر مر عليك عشان اعمل انيميشن رقم 1 بده اسم الانيميشن وين بده وصف بدك طب انت بدك تمنح الانيميشن اسم لا اسم اسم زي مبدا الكلاس زي فكره الكلاس انت بتعطي كلاس للتاج عشان تميزه فكل انيميشن بدك تعمله له اسم عشان تستدعيه من خلال اسمه. يبقى الانيميشن اول حاجه عشان اعمله ايش يا احمد بده اسم. المرحله الثانيه ايش بده يا جاسم وصف الاسم فيش بدي في الوصف انا خلاص انا بدي الاسم بس بدي نقطه البدايه اللي انا ابدا منها وبعدين نقطه ايش النهايه من وين بنتهي وين ببدا وين بنتهي واضح الامور فعشان انا اعمل انيميشن بدي اسم للانيميشن نقطة بداية ابراهيم ونقطة نهاية. حلو؟ طيب تعال نعمل انيميشن مع بعض في السي اس اس على فرض انه انا خلصت التصميم تبعي وصار بالشكل زي هذا زي كده. باجي انا هنا في السي اس اس، كيف انا بنشئ انيميشن؟ باجي بعمل ات زي الفونت فيس، ات فونت فيس، وزي الميديا، ات ميديا، بعمل ات كي فريمز. وبعمل مسطرة. معناته ان انا عملت اد كي فريمز ان انا بدي انشئ انيميشن. طب ايش اسم الانيميشن هذا؟ والله بدي اسميه مثلا لؤي. اي اسم بدك اياه بس يفضل يكون اسمه على جسمه على معناه. بدي اعمل دائره بقول له مثلا سيركل او لوب مثلا دوران. بدي مثلا او بدي اعمل انيميشن بضل يلف بدي اسميه روتيت. اي اسم بدك اياه. قتلونا في ريحه الاكل فيش محروق مش فاهم انا. طب انا بحب الحرقان كويس خلي غزه تنحرق يا راجل. المهم بعمل اد كي فريمز وبعمل اسم الانيميشن بعدين بفتح قوسين. جوا القوسين هذول ايش بعمل؟ نقطة البداية ونقطة النهاية. نقطة البداية اسمها فروم من وبعدين نقطة النهاية تو من إلى. فهذه هي نقطة البداية وهذه نقطة النهاية وهذا الانيميشن كله. الانيميشن هذا مش هيشتغل على الإطلاق إلا لما تناديه باسمه. حلو. طب قبل ما نشوف كيف النادي يا احمد والكلام هذا كله قال لك بدي اياك تتخيل يا حبيبي انه الانيميشن له دوره حياه. زي مين؟ زي الفراشه. كيف بتصير فراشه؟ يرقة. قبل اليرقه بتكون بيضه بعدين البيضه بتفقس بتصير دوده بعدين بيعملوا البطن منها ودوده القزبه بصير ايش وبعدين بتصير يرقه بعدين علقه بعدين يا رقاب لا بعرفش يا رقاب بعدين شرنقة وبعدين ابصر ايش لحد ما تصير ايش مكتملة بفضل الله يعني صح. فلقيت الانيميشن بدي اياك تعرف تتخيل فراسه. هجيت انت كل ما تتذكر الدودة والفراشة تتذكر رحلة حياة الانيميشن مراحل. هجيت المراحل تبع الانيميشن بدي اياك تتخيله في راسك بيبدأ من 0% وبينتهي عند 100% دورة حياة الانيميشن زي دورة حياة الدودة. واضح يا احمد؟ هلقيت 0% هي فروم اللي احنا كتبناها. يعني لو انا اجي مثلا جاسر قال لي يا باشمهندس بنفع فروم اشيله واكتب 0% بنفع. بنفع التو اخليها 100% بنفع. ركزوا معايا
عشان لقيت انا بديت اعصب وايدي بدات تعمل زي هيك، لما تعمل زي هيك بقص الراس على المطرح. ركز معايا، خلينا اعصب. اوكي تسيبك منها، تقعد جنب بعض. انا قاعد بشرح وانت جالس. اوكي انا دقيق الملاحظه، دير بالك يعني انا نظري ما شاء الله قوي بفضل الله يعني، فلو لقيت دباله فخر هذا بجيبه هيك بسقطها. تمام خلاص، هذه كرامه من ربنا. حلو، الله يحفظك. طيب الله يحفظنا كمان. فلقيت انا 0% هي نقطه البدايه هي نفسها فروم، و100% هي نقطه النهايه اللي هي تو. خلاص احنا لقيت فروم وتو استخدامهم معدوم، فصار بدل فروم 0% و100% هي مين تو. خلصنا. لا لو انا جيت قلت لك النقطه هذه اللي في الانيميشن عباره عن اي مرحله فيها اللي هي نص الانيميشن مثلا او ازود من الانيمي 5% مثلا، فهذه مثلا بقول لك هذه مرحله 55%، فبقدر انا اقسم الانيميشن تبعي لعده مراحل. هيك كم مرحله تقسم؟ ثلاث. انا بدي اقسم الانيميشن تبعي ل 100 مرحله، فبقول له 0% 1% 2% 3%، بدي اقسمه 50 كذا، بدي اقسمه 20 30 40 5 6، انت حر حسب انت بدك ايش الانيميشن تبعك، ايش رغبتك في الانيميشن. حلو يا كبير، واضح؟ طيب فجيت انت بتقسم المراحل زي ما بدك. خلصنا؟ خلصنا. خلصنا، هذا واضح؟ واضح. حلو، هل جيت انا بدي احرك الديف هذا؟ راي كيف انا بقدر احرك جاسر العنصر هذا؟ اعطيني طرق كثيره للتحريك. ترانسفورم، ترانسليت اكس او ترانسليت واي. بالمارجن بقدر يتحرك لانه بيبعد مسافه، صح؟ بالبوزيشن بقدر اقول له توب ورايت وبوتوم وليفت، صح؟ بس احسن شيء الماضي مش احسن شيء، حسب فكرتك كله بيؤدي الغرض. تمام. لكن انت لو بدك تعمل زي الكور اللي انا عملتها، الكور هذه بدك تحركها جوا بالبوزيشن جوا السكشن. فهمني؟ يعني بدي اعلمك انا كيف نخليها بشكل دوري. تمام؟ فلقيت انا بدي احرك الانيميشن بعده طرق، ممكن تحركه بالبوزيشن، ممكن تحركه بالمارجن. الان ليش اكثر ناس بيحركوه بالبوزيشن؟ لانه بيكون مرتبط في اب، انا بدي احرك الكور هذه داخل الهيدر، داخل المربع هذا، داخل المربع هذا انه ما يطلعش برا. أيوة. فبدل الهيدر كله ريلاتيف وهدول ابسوليوت، بحرك التوب والليفت داخل الانيميشن، فلازم يكون العنصر اساسا ماخذ بوزيشن عشان اقدر احركه جوا الانيميشن بالتوب والليفت والرايت والبوتوم. فعشان كده اغلب الناس بتلاقوه كده، لكن انا الان بحركه بالمارجن بينفع، بس انا مش رابطه بحدا. لكن لو بدك تربطه بحدا بده يكون بوزيشن وتحركه بالتوب والليفت والرايت والايش والبوتوم. فالان انا بدي مثلا خلينا نعمل انيميشن ستيب واحده، يعني حركه واحده، بدي اخليه يروح للشمال. لليمين، فبدي اعمل له مارجن ايش؟ مارجن ليفت. مارجن ليفت يبعد على الشمال ويروح لوين؟ لليمين. هو فعليا قديش المارجن تبعه في الاصل؟ صفر. هي جيت انا عند نقطة الصفر، ايش بدي اقول له؟ بدي اقول له مارجن ليفت صفر. يبدا على اليمين. هو فعليا بيبدا من نقطة البداية. بس انا قلت له عند مرحلة 0% عند نقطة بداية الانيميشن ما يتحركش. عند نقطة النهاية يتحرك 50 مثلا 400 بكسل. فهل قلت هو ايش؟ هيتحرك من 0% ل 100% ستيب واحده. هيتحرك هيك، لكن قديش بده ياخذ وقت؟ فبده ديوريشن، بده مده. الترانزيشن ديوريشن هذا شيء ثاني، ركزوا. في فرق بين الانيميشن والترانزيشن. الترانزيشن نعومه. نعومه. هل قلت الانيميشن حركه؟ حركه. انا الانيميشن له انيميشن تايمينج فانكشن، له طبيعه. وله ديوريشن، انيميشن ديوريشن، وله ديلي. يبقى خلص ما بخلطش بينهم الترانزيشن. أيوة. مع الهافر. مع الهافر. هنا بلزمنيش ترانزيشن لانه انا في عندي خصائص الانيميشن. تمام. فلقيت انا كيف بدي انفذ الانيميشن هذا على الديف الفلاني؟ طبعا الانيميشن بتحط فيه خصائص سي اس اس بس بتحطش فيه ديفات، وفاهم علي؟ هجيت انت بعد ما تخلص الحركه تبعتك بدي امنحها لمين؟ فكيف عمليه الربط بين الديف والانيميشن؟ ففي عندي اول خاصيه اسمها انيميشن نيم، اللي هو ايش اسمه؟ خلص. هيك انت ربطت الانيميشن بالديف، فلقيت صار مربوطين، المفترض الان الانيميشن يشتغل. حرك. المفترض، بس هو مش هيتحرك. لانه عشان يتحرك الانيميشن بدك خاصيتين على الاقل. اللي هو الوقت، الانيميشن ديوريشن والانيميشن نيم. فانا اعطيته النيم ضل ايش؟ الوقت. الوقت اللي هو الانيميشن ديوريشن، المدة. المدة. ايوه انيميشن ديوريشن. بدي اجي اقول له مثلا 4 ثواني.
فلقيت 1,000,000% أول ما تفتح الموقع هيتحرك، هينتقل من مارجن ليفت صفر لمارجن ليفت 100% في 4 ثواني. هو بهمه دير بالك إنه يصل عند 100% متحرك لـ400، فبتلاقيه بيتحرك من قبل. هو لازم يصل 100% المارجن ليفت مكتمل 400 بكسل، عشان كده بتلاقيه بيتحرك لحد ما يصل 100% يكون متحرك لـ400 كاملين. بعد ما خلص الصار رجع لنقطة الأصل افتراضيا، هو هيكلنا هنتحكم في هذا كله. يبقى الانيميشن الافتراضي يا عبد انه اول ما يبدأ بيبدأ من 0%، انا بدي اعمله على ستيب واحدة، انا مثلا بدي اعمله على ستيبتين، رجع اقول له عند 50% بدي اياه مارجن ليفت مثلا 400 بكسل، وبدي عند 100% 800 بكسل. حلو. وبعدين بدي اجي اقول له هنا ايش باك جراوند كولر جرين، وبدي يصير بوردر راديوس 50%، لان هو بهمه انه يصل 50% مطبق هدول كلهم. فلما اجي اقول له بوردر راديوس 50% هيبدا يتحرك من قبل لحد ما يصير دائره مكتمله داخل ال 50%. لما يصل 50% يكون هدول كلهم جاهز. وضحت؟ فبتلاقيه بيصير البوردر ريدس ياخده من قبل ال 50% عشان يكتمل. فبتلاقيه شايف الخيو عمل وبعدين رجع على ال 100% بعدين برجع على نقطة الأصل. فهمتوا ولا عيد تاني يا إبراهيم؟ جد والله. يبقى أنه بده يصل عند المرحلة هذه مثلا بالشكل هذا. طيب ممتاز. أنا مثلا بدي أخليه يدعم ينزل مربع زي كده. فحللوا لي الآن أكم مرحلة؟ صفر في المية، 25 25 50 75 100%. هجيت أنا بدي أقول له مارجن ليفت صفر ومارجن توب. هجيت أنا بدي أحركه توب وليفت صح؟ لأنه بدي يروح لليمين للشمال وينزل لتحت. 25 صفر النقطة الأصل دائما مارجن ليفت توب مارجن ليفت صفر ومارجن توب صفر، لأنه أول نقطة هذه. هلقيت أنا عند مرحلة مين بدي؟ 25 المرحلة الثانية، لأنه أنا بدي أقسمه 4 مراحل. فبدي اجي اقول له انت لقيت مارجن بدي اياه ينزل لتحت. هيقيت صلى على النبي، هيقيت بدي اياه ينزل لتحت ولا يروح للشمال بس. يبقى المارجن توب ايش هتضلها؟ هتضلها صفر. المارجن ليفت مثلا قديش؟ 500 بكسل. حلو. وبدي اياه يصير خلفيته خضره ويصير بوردر ريدز 50%. الان شيل هذول، احنا هذه مرحله مين؟ 25%. بدي اروح اعمل لمين؟ لل50%. هجيت انا تخيلت انه ال25 اجى هيك، هجيت انا ايش بدي بعد ما يخلص ينزل. فلقيت المارجن توب لا الليفت بضله بعيد عنه 500، يعني هتقول له برضه 500 في الليفت. هجيت هو بيعملش 500 جديده، هو اكتمل وخلص، بس لازم تضلك محافظ على المسافه. ايوه. فهنا بقول له انا ضلك على الشمال 500 وانزل لتحت قديش؟ واضح يا احمد؟ وبعدين خلي لي مثلا بوردر راديوس مثلا 30%. اقول لك بديش بوردر راديوس، بدي اعمل بوكس شادو. بدي اجي اقول له 0 0 15 بكسل 5 بكسل اسود. حلو يا كبير. هجيت المفترض يروح يروح لليمين ويصير دائرة وياخد الخلفية خضراء. هلقيت طب ماشي عند 25% خلص الخضار. هلقيت لما يصل 50% بحافظ على الخضار ولا برجع للون الأصلي؟ برجع للون الأصلي. ففعليا هيتحرك زي هيك هيو، بعدين شايف بلش يرجع لوضعه الطبيعي. طب ليش طلع بزاوية؟ لأنه رجع لنقطة الأصل افتراضيا، لأن أنا لسه ما عطيتش القيم تبعته. هلقيت أنا بدي بس خلينا نزود الوقت شوي عشان تشوفوا، خلي مثلا 10 عشان تشوفه بعينك بس. اما هو مستحيل يكون 10، ريح راسك. فاهم علي؟ هجيت المرحله اللي بعديها ايش هي؟ انا حب اعمل 70، حب اعملها 65، انت حر معك 100 مرحله. هجيت انا بدي اروح لوين؟ للشمال. فبدي اقول له مارجن ليفت اول حاجه صفر، لانه لزق في الشمال، ما تبعدش عن الشمال. والمارجن توب برضه هيكون 500، لانه هيكون ايش؟ برضه هي هو هيك هيك هيك، فالمسافه برضه 500. وبدي اياه مثلا باك جراوند كولر اسود، وبدي اعمل له ظل جديد ابيض. حاضر. اي حاجه هي راح زي كده
نزل هيك رجع لوضعه الطبيعي هيك. طبعا الارض مش هيبين صحيح. هذا كله بيصير في 10 ثواني. حلو. طيب فهو القط ضل مين عندي؟ طب انت ملاحظ انه 100% ايش يعني؟ يعني نفس نفس بعض صح؟ دائما غالبا بتكون ال 100% وال 0% نفس بعض صح يا احمد؟ فتلاقيه بيبدا عشان تضمن انه يرجع بطريقه سليمه مش بزاويه زي قبل شوي. جايه نفس النهايه. غالبا بيكون زي هيك. ركبنا شيء يرجع ضلوا يلف. عاد حاجه احنا لسه اول السلم تقلقش. صح كلام قلوب والله. بس مش انيميشن لوب يعني. بس هو انت الفكره صح كلامك. الان مدام قال لك انا بنفع تعمل جروبنج على فكره بما انه ال 100% وال 0% زي بعض باجي بعمل جروب 100% بالشكل هذا وممكن اشيل هذه. بس انا بحبش اعمل جروبات عشان ما اتلخبطش. يعني معنى الكلام 0% و100% هياخذوا زيك. ممكن اتلخبط انا مثلا فاهم علي؟ فانت كمبتدئ ممكن ما تتلخبط فيها فخلي كل واحده على حده احلى واوضح. حلو يا برنس حقيقي. حط ايدك خلاص التوب بنور جديد وحط ايدك خلاص عشان الشيطان ما يجيش يسلم علينا. المهم هل قد خلصنا الانيميشن نيم؟ خلص. ايش بدك تسال يا احمد؟ السؤال بيطرح نفسه ركز معي. بنفع اطبق الانيميشن هذا على اكثر من ديف نفس الانيميشن ولا كل ديف له انيميشن لحال؟ يعني بدي اعمل بوكس واحد مثلا هالجيت بدي اعمل انا كمان ديف واسميه بوكس واحد بالشكل هذا. حلو. هيجي تحتيه وبدي اجي انا اعطيه نفس الخصائص هذه بالضبط. بوكس واحد واجي اقول له هنا مثلا بلو. بنفع انا لسه بنفع على الجيت الانيميشن. هو ليش يتحرك؟ لانه تحتيه لانه احنا مش عاملينه بالبوزيشن. تمام. هذا منطقي جدا عادي. تمام. هذا ما تحركش هو بس عشان نتحرك المارجن. ايوه. فانت ممكن ايش تعمل؟ ممكن تحركه بالبوزيشن. فانت ممكن تيجي تقول له بوزيشن ابسوليوت يتحرك في نطاق الصفحه كلها اذا له ابو فيش عندي مشكله. فاحنا ممكن نعمل بوزيشن ابسوليوت وبوزيشن ابسوليوت. هيجي الاثنين فوق بعض صح؟ الازرق فوق مين؟ الاورنج. طيب وبعد ما اخلص بدي اقول له توب صفر وليفت صفر. وهذا نفس المبدا توب صفر وليفت ايش؟ صفر. لقيت هذا مش لقيت هيتحرك هذا صح؟ اه اجي فوق بعض هذا ما مش هيتاثر. بقدر احركه بالتوب والليفت هي هي بدل مارجن ليفت تقول له ليفت بدل مارجن توب تقول له توب فيش اي مشكله. تمام؟ طيب ففي الفكره هذه هل قلت لو انا بدي اعطي نفس الانيميشن هذا لاي للبوكس واحد بنفع؟ تعال نقول له بنفع من خلال الاسم والديوريشن. فبدي اقول له انت خذ 5 ثواني وهذا خذ 5 ثواني نفس الانيميشن. هل هيتحركوا مع بعض؟ بس مش هتشوف مين فيهم. لقيتهم الاثنين يتحركوا مع بعض بس الاثنين فرق بعض. طب انا بدي اياهم يتحركوا بنفس السرعه بس بعد عن بعض. اه نفس الخصائص. بديش بدي نفس الخصائص. لا بديش اغير السرعه بديهم في نفس السرعه. لولا تيب ابسوليوت غلط. يصلى على النبي. شايف الانيميشن هذا؟ بدي اياه ثابت والسرعه ثابته وبديش العب في التوب والليف بديهم فوق بعض انا ويتحركوا مع بعض واشوف الاثنين. زد لا في عندي خاصية اسمها انيميشن ديلي تأخير. بخلي الثاني يتأخر شوية عن الأول فبقول له تأخر 2 ثانية فتلاقي الأول بيشتغل وبعد كده الثاني بيشتغل وراه بثانيتين نفس السرعة. ماشي سبحان. يبقى التركة في الانيميشن اللي هو الانيميشن ديلي. فهمت شيء يا احمد؟ طب اديها لمين للاب كثير؟ فيش في اب عندنا هنا نزل هذا للدف اللي بدك اياه يتاخر. اه فاهم شيء حقيقي فاهم. واضح يا برنز؟ ماشي يا برنز. واضح يا احمد؟ مبسوط؟ بديت تنبسط؟ ماشي خلينا
خلينا نحط هنا ديلي ونوقف ونلغي الثاني هذا خلاص ونلغيه من هنا وخلينا نضل على واحد خلاص فهمنا المبدا حلو يا كبيرز في عندي هالجيت بدي اتحكم في عدد تكرار الانيميشن بدنا نقول له مثلا خليه ثانيتين وبدي اخليه يتكرر 5 مرات ويقف ففي عندي خاصيه بتتحكم في عدد تكرار الانيميشن ايش اسمها يا ابراهيم AIC ايش اسمها AIC ايش الاي اي سي انيميشن ايتريشن كاونت ايش يعني انيميشن ايتريشن كاونت عدد تكرار عدد مرات تكرار الانيميشن طب اقول له 5 هتلاقي الانيميشن تحرك اول مره ثاني مره ثالث مره رابع مره وخامس مره بعد كده ايش بيسوي برن عليك بقول لك انا وقفت طب لو انا بدي اياه للملا نهايه بدي اقول له الثانيه ويضلوا يلف 24 ساعه زي ما نعمله في الموقع اللي بعت لكم اياه بقول له انفينيت ايش انفينيت تعال نجرب نستنى هيوقف ما اقول هيقف يا جاسر اصعد ابنك اصعد وش ذكر واضح يبقى الخاصيه دي مسؤوله عن ايش يا احمد تمام خلص تمام وانت قولي تمام انا بنبسط انا فاهم اوكي في عندي خاصيه هبله شويه بس يعني ممكن يكون لها قيمه شويه بسيطه اسمها انيميشن بلاي ستيت ABS انيميشن بلاي ستيت انا دائما بحفظ الخصائص كيف اول حرف من كل كلمه بريح راسي هذه طريقتي انا يعني فاهم علي انيميشن بلاي ستيت ايش معناها هجيب طبع هذه لها قيمتين بس الافتراضيه تبعتها رانينج ايش يعني رانينج شغال يعني قيد يعني بيجري يعني بيجري صح يعني كونتينيوسلي ففعليا هو الافتراضي تبعه لكن لو انا قلت له بوز يا ابني هدا بوز يقاف انه الانيميشن وقفته طب ليش وقفته طب ليش عملته من الاساس فانا ممكن اقول له الانيميشن بلاي ستيت بوز لما اعمل هفر عليه مثلا احط الماوس عليه اوقفه بس خلينا نسوي دلوقتي شوي هتقدر تشيل حط الماوس عليه بقف شيل الماوس فاهم فاهمينز فمش مهمه كثير هبله بتحسها شرط مصاري هذه اللي الخاصيه ممكن تستفيد منها اتفضل انا كنت وقفت ما استلاش اسمه صح يعني انا في الهفر هو في الانيميشن بقول افتراضي شغال بدي اقول له لما احط الماوس وقفه اصبر يا راجل اصبر سؤال اهبل هو اتفضل كمل عيب هل في الهفر لازم اشغله بعدين اوقفه هاي قصدك الهفر بس ايش اسمه مش لازم استدعي اسم الانيميشن لا مش لازم طب الحين لو كان في بوكس اكثر من انيميشن كيف للبوكس نفسه اكثر من انيميشن اوخ طب ما خلص جوا الستيبس جوا المراحل بعمل بدي اياه هو انيميشن واحد لكل عنصر وبحرك فيه اللي بدي اياه بخليه يتحرك هيك بعدين يجي هيك بعدين يلف دائره بعدين يقلب فانت بتتحكم فسؤالك قلت لك سؤالك اهبل واضح ومش لازم انت تستدعي الانيميشن داخل الهفر طب انا ممكن اخلي الانيميشن يشتغل داخل الهفر فبستدعيهم هذول التنتين داخل مين فلما احط الماوس بتفعل الانيميشن لكن لو حطيته في الاصل مش لازم استدعيه في الهفر عشان استدعي الخصائص هذه الحين في الهفر لو حطيته في الهفر لو حطيت بس عليه الماوس وتحرك عشان الهفر هيروح عن البوكس لا بتحرك لكن بتلاقي فيه مشاكل بتلاقي فيه لقلقه كلامه صح الان مثلا تعال على البوكس قول له لازم تخلي الماوس عليه صح بس مش دائما بتظبط دير بالك حسب حركه الانيميشن دير بالك فلقيت الانيميشن مش موجود لكن لما احط الماوس شايف لما لازم الماوس يضل عليه هذا يضل عليه ازود الفوائد
والله لعبة كويسة بترفع الضغط والله صح؟ طيب واضحة هذه؟ واضحة. في عندي كمان animation timing functions. animation timing function طبيعة الحركة تبعت الانيميشن اللي هو بتستدعي السبعة steps كابيك بيزير. تعال نعمل كابيك بيزير مثلا. تعال نروح هنا نعمل طبيعة الحركة الهبلة دي يقرفها. تعال نعمل كابيك بيزير ونعطيه قيم. انا بدي الانيميشن مثلا زي هيك زي هيك مثلا. خلاص هو بدي انزلها لتحت يعني بدي اقول له زي هيك. فالانيميشن الشغل طبيعي بس هيطبقها في جميع المراحل في كل مرحلة بيطبق الحركة هذه. والله لذيذ دير بالك عجبتنا انا. هذه برضو حلوة. دوغ الديني. واضحة هذه طبيعة الحركة. أنا دائما بحطها لينير وريح راسي بنفس السرعة كله. ففي الترانزيشن أو في الانيميشن بستدعي مين؟ تعال نستخدم آخر خاصية عندي في الانيميشن. طبعا في عندي خاصيتين نزلوا جداد صحيح بس مش مدعمات. واحدة اسمها انيميشن تايم لاين وواحدة انيميشن أبصر إيش اسمها هاي تايم لاين وإيش وكومبوزيشن. هدول التنتين لسه مش مدعمين. في عندي واحدة اللي هو animation direction. هذه أهم واحدة يا برينس. أهم واحدة الاتجاه. إيش يعني direction؟ الاتجاه. إيش جبت إيش جيت في حياتك؟ إيش أنجزت في الدايركشن؟ مش عارف كلنا right left. أوخ في عندي هجيت افتراضيا الانيميشن منين بيبدأ؟ هجيت أنا بدي أعمل animation iteration count ثلاث مرات صح؟ هيجيت انا بدي اقول له بدي الانيميشن دايركشن يعمل ريفيرس يعني يرجع جوا من 100% ويرجع لصفر زي هيك. حاب فاهم يا عم برنس؟ طب ركز معي. في عندي الترنيت وهذه اهم واحده فيهم. هذه اهم خاصيه في كل اللي شرحناه. ايش بتعمل هذه؟ هجيت انا بسألك سؤال سيبك منها وتعال نعمل انيميشن استبة واحدة بس. استبة ايش؟ عشان توضح الفكرة. تجي اقول له التوب بديش اياه والليفت مثلا 700 بيكسل. ففعليا الانيميشن هيروح ل 700 بيكسل ويرجع لنقطة الاصل. شفت انت كيف بيرجع؟ خطفة خطفة صح؟ هذا شوي 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 شوي. لقيت هنا تعال نقول له animation direction alternate. شو وش بدي يعمل؟ هذا حقيقي رسمي زي حركة الكورة اللي انا عملها بتروح. هذا ايش بتسوي الالترنيت؟ تبدأ المرحلة الثانية من نقطة نهاية يعني من وقف. لقيت الاول اشتغل وقف باعتبرها نقطة بداية للثانية. ليش بضحك؟ بضحك وانا بشرح عليها يعني مثلا ايش هيمة؟ بدل الانيميشن انتهى عند 100% لقيت نقطة البداية الثانية بتكون من وين؟ من عند ما انتهى. بعدين بيجي عند 0% باعتبرها نقطة بداية وهكذا. واضح؟ فكل روحة تعتبر مرة الرجعة تنتين الثالثة الرابعة خامس للملا نهاية بتضلك حسب انت معامل الترنيت. هجد في عندي الترنيت ريفيرس اللي هو بيبدأ من 100% وبيطبق الالترنيت يعني بيطبق التنتين مع بعض. بيبدأ عن نقطة من 100% وبرجع رجوع. فمش مهمة كتير مين أهم واحدة. هجد إذا انت حابب بقول لك تختصرهم كلهم في كود واحد اسمه animation وتحط القيم ايش جنب بعض. الكود مختصر بالشكل هذا. بتقعد ترشقهم جنب بعض الاسم والديوريشن والديلي. مش شرط الترتيب لا. انا دير بالك هذه ما استخدمهاش بالمره بستخدم كل واحده على حده وبريح راسي.
واضح لن تكبيرك تستخدم هذه وهذه 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 الخلية تأخذ الافتراض الإيزو وخلصنا. هكذا شو مطلوب منكم واجب في الانيميشن؟ ومنكم واجب دسم ترى ترى دسم ركزوا معي بصير سيارة تمشي. لا اختلف الوضع هالجيت هالجيت اختلف الوضع صلوا لي على النبي هالجيت بدي اياكم تعملوا لي صورة سماء مالكوا يا عم صورة جيب 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 صورة كله صور الانيميشن كله صور بي ان جي جي بي جي اس في جي بنطلون بلوزة ايش ما بدك بغصنيش على كيفك انت شوف السماء المناسبة لك يعني انت ممكن تعمل البادي ازرق كله زي لون السماء وتحط له نقاط بالبوزيشن فوق انا مالي يا ما بتجيب صورة هيك بتحطها هنا بتطلعها فوق وبتجيب لي صورة رصيف وبتحط اللي زي طريق هيك بتحطها في الاسفل تحت بدي اعرض 100% وبعدين ممكن تعمل لي صورة شجر يا خط بشاب النص مشي السيارة ماشي ماشي وبتجيب لي مثلا شجر هنا صور برضه واضح وممكن شجيرات تحت هنا بالشكل هذا وتجيب لي اكم من صورة حمام بطير وزي كده هتعمل هنا فكرة الانيميشن انك تعمل لي 5 6 7 8 10 انيميشيات من وين هذا حلو وتجيب لي مثلا بسكليت او واحد بيمشي او كذا صورة بني ادم وتخليه يتحرك او طبة او كورة او سيارة او فزبة وتخليه يتحرك وتخلي الشجر مثلا يروح يمين شمال زيك والعصافير تطلع وتنزل بصير عندك مشروع انيميشن رهيب هذا واجب منكم بزبط ليش شوف والله عملوا لي احلى من هيك عملوا لي جتا يا راجل فالمطلوب انك تعمل زيك جاسر او فكره زي في المبدا هذا بس مش تروح تسرق من النت كله من راسك من الصفر واضح فاهم ايش الصوره نحطها زي ما هي ولا نعطيها في الدب ده هذا عادي ممكن تعملها ايمج كله ايمج وتعمله بوزيشن ابسوليوت بوزيشن ابسوليوت وتطلعه فوق وتنزله تحت فاهم زي ما بدك فممكن تحرك كل الصور بالبوزيشن جوا مين جوا البادي تبعك في اي سؤال يا احمد السنة انا عارفك بدك تسال تفضل كلهم طافوا حتى اللي مش معمول ما تدل الابن انا مثلا اللي ما اعطيه سلوك ما يطلع فوق عندك موقع وفي مشكله بشتغل اذا بدي اعمل سي في طب بدي اعمل صوره وانا تحت النظاره كيف صوره تحت النظاره اوكي في اي سؤال على الانيميشن يضل يدور ليش سهلة انيميشن ممكن تعمل له راس قلب بونبوت عند ال 50% ياخذ سكيل 1.5 وعند 0% و 100% يرجع مثلا لكذا او تعمل نبضه صغيره نبضه كبيره ويرجع نبضه كبيره نبضه صغيره ويرجع وتخليه انيميشن سهل يا رجل والله تافه مش قيمتك هذا تعال اعمل لك اياها على السريع تعال نعمل مثلا بدنا نعمل على الدف هذا تفضل يا ورد في الوجه هناك توكل على الله فانا عندي مثلا ديف بوكس بالشكل هذا صح انا اعطيته 200 في 200 وبدي اخليه بدنا نعمله بوردر ريديس قديش 50% مثلا نعتبره راس قلب هجيت انا ايش بدي يعمل شيء يتحرك زيك بدي ينبض زي راس مين فهم علي فبدي اجي اقول له عند 50% من مرحله الانيميشن بدي يعمل ترانسفور سكيل مثلا 1.2 وهنا 1 وهنا 1 خلص هذا فكرة بسيطة فهم علي وبدي يتكرر للمنى نهاية ياخذ 3 ثواني بس انت ممكن تخليه أسرع ممكن تخليه ثانية فعني اعمل لهذا مارجن مثلا أو توب مثلا 100 بيكسل من 100 بيكسل ونصغر لك يا 100 100 يا مش بتعامل جوا مش فاهم انا ممكن كمان عند ال 50% هذه مثلا اعمل بوكس شادو هلقيت الراس القلبه بتعمله بالبفور والافتر بتعمل بفور تدي بوردر راديوس والافتر بوردر راديوس وبتعمل او ديفين وجوا ديف وبتعمل الديف الاب كله انيميشن ديف كبير جوا ديفين وبتدي للديف الكبير كله انيميشن سهله ممكن نقول له مثلا 0 0 15 بكسل 5 بكسل ونيجي نقول له اورنج وبعدين الاورنج هذا نحوله ار جي بي
ونيجي نقول له ايه مثلا نص مثلا يعني فاهمين ايش امان طلع فاهم اعملك ايش اخليه يلف لا راجل اقول لك ايش تعمل طيب خليك تشوف حطيته بوردر بس في 50% بوردر توب لان هو توب بيجي من فوق بس عشان بوردر رنس بتلاقيه مقوس اقول لك شغله يا عمي معطيه بوكس زفت انا والله يا شيخ رجعتني ايام الزمان يا الله ما تكون زين ايام زمان كنت اقرف منك لسه تمام والله انا منك حي ايش حضانه فاتح هذا كيف يا بريز سوينج واضح فهمتي شيء؟ فاهمة ايش شيء؟ ننش هتعرف تعملي؟ ننش المسؤول بتعرف تعملي؟ بتعرف تعملي احمد؟ جاوبتك يا برنس؟